يمكنني أن أخبرك عزيزي المشاهد أن أي واحد منا لديه الكثير من الميزات في قدراته وإمكانياته، لكنه لا يستعملها بسبب عدم علمه بها. كما أنه يمكنك أن تحل أكثر من نصف المشكلة أو من نصف مشاكلك يمكن حلها بمجرد إدراكك للحجم الحقيقي لهذه المشكلة. إذن أيها الأحبة، البرمجة اللغوية العصبية تسعى لتحسين حياة الإنسان، استغلال قدراته الذهنية لمعالجة مشاكله التي يمر بها. ولذلك يقولون ينبغي عليك أن تتخيل وكأن دماغك عبارة عن مجموعة من الأجهزة الهندسية. هذه الأجهزة تعمل وفق برامج محددة، من سيدير هذه البرامج؟ وإلا يكون هناك مشاكل كثيرة. أنت من سيدير هذا البرنامج الذي يشغل هذا الجسم، وهو مفتاح النجاح. إذا لم تدرك هذه الحقيقة فسوف يدار دماغك من قبل البيئة المحيطة بك، الأصدقاء، الأهل، المجتمع، المؤثرات المحيطة به، وستصبح إنسانا انفعاليا وغير قادر على التحكم بذاتك أو بعواطفك. الملحد أيها الأحبة يعاني من هذه المشكلة، أنه سلم دماغه لحفنة من العابثين الذين يبيعون أو يسوقون الوهم للناس، يوهمونهم بأنه لا يوجد إله للكون، بأن حياتك ستكون أكثر سعادة إذا اتبعت منهج الإلحاد، إذا أنكرت وجود الله ستصبح سعيدا. وهذا قمة الغباء، لأن كل الدراسات العلمية أثبتت أن الإيمان مهم لمزيد من السعادة. يقول لك ينبغي أن تترك الإسلام، القرآن. لماذا؟ لتكون أكثر سعادة وأكثر طمأنينة وتعيش حياة أكثر تطورا. وهذا أيضا عبث أيها الأحبة، هذا أيضا من العبث في حياة الناس. حياة الناس ليست رخيصة إلى هذا الحد. فنحن عندما نريد تبع العلم، نحن الآن في عصر العلم، نحن الآن في عصر العلم والمعلوماتية، وكل شيء لدينا حوله حقائق علمية، فلماذا نترك هذه الأشياء ثم نذهب إلى أمور يعني ستضرنا وستلقي بنا في نار جهنم يوم القيامة؟ إذن أيها الأحبة، علم البرمجة اللغوية العصبية ليس يعني علما رفاهيا أو لمجرد أنك تتعلم فقط لي يعني تطور حياتك مثلا، أبدا أيها الأحبة. البرمجة اللغوية العصبية، هذا العلم أصلا هو موجود في القرآن الكريم قبل أن يكتشفه علماء الغرب وقبل أن يبدأوا بالترويج له، ولكن استخدموه في أشياء دنيوية من أجل جمع المال، من أجل أحيانا الشفاء، من أجل تطوير نفسك، تحسين قراراتك مثلا، وهكذا. يعني المشكلة الحقيقية أيها الأحبة أننا لا ندرك أن القرآن الكريم هو مصدر السعادة، ولكن عندما نسيء تطبيق تعاليم القرآن نهوي إلى غياهب الضلال. هذه هي المشكلة أيها الأحبة. فأنت عزيزي المشاهد تريد أن تعيش حياة مطمئنة، حياة سعيدة، حياة مليئة بالرفاهية. أصلا المال الذي تجمعه لماذا؟ كي يضمن لك السعادة والطمأنينة. الواقع أثبت أن المال، كثرة المال تزيد المشاكل غالبا، تطغي الإنسان وتدخله في هموم ومشاكل أخرى. إذن المال ليس هو الحل. ممارسة الفاحشة والجنس وشرب الخمر والمخدرات لا تجلب لك السعادة، لأنها تدمر الدماغ وتصيبك بأمراض قاتلة مثل الإيدز وغير ذلك، تخرب عليك عملية السعادة وحياتك كلها. إذا ما هو الحل؟ اتبع التعاليم التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. علماء البرمجة اللغوية العصبية يقولون كيف تستطيع أن تتحكم بعواطفك من أجل علاج المشاكل ولمزيد من السعادة. إنها عملية بسيطة للغاية أيها الأحبة، تحتاج فقط لمعرفة قانون بسيط وممارسة هذا القانون. يخبرنا يعني بعض العلماء، علماء النفس الذين درسوا هذا الموضوع، بأن هناك عقل باطن. طبعا حقيقة ليس هناك باطن والظاهر، كل شيء في الإنسان ظاهر، ولكن مصطلح أطلق على العقل الباطن، مصطلح علمي يعني. أنا لست مع هذا المصطلح، ولكن هو يستخدم للدلالة على الأفكار والبيانات والمعلومات المخزنة في داخلك، في دماغك، وتراكمت لعشرات السنين. فهذا يسمى العقل الباطن الذي يتحكم بالعقل الواعي. هناك عقل واعي وعقل باطن. العقل الواعي يقولون إنه يشكل 5% فقط، يعني
عقل الباطن هو الذي يتحكم بالعواطف والانفعالات والمشاعر والتصرفات وردود الأفعال واتخاذ القرارات أيضاً، ولكن لا ندرك هذا العقل مباشرة لأنه عقل باطن أو خفي. في العلم لا يوجد شيء خفي أو غير خفي، هي يعني بيانات ومعلومات مخزنة في هذا الدماغ. كل ما يمر بك من حوادث، من كلمات، من أشياء تسمعها. لذلك أيها الأحبة، دماغك ليس رخيصا إلى هذه الدرجة لتقحم فيه أي معلومة من هنا وهنا. لكن أن أقول لكم، كما أن هناك تلوث بيئي بأكاسيد الرصاص والكبريت والملوثات هذه التي تطلقها عوادم السيارات والمعامل ونتيجة الحروب إلى آخره، هناك تلوث صوتي بالصوت، الضجيج، ضجيج الطائرات والضجيج الذي نسمعه مثل ضجيج السيارات والمعامل وكذا، تلوث ضوئي بسبب الإضاءة المستمرة ليلا نهارا والكثيفة تؤذي الدماغ وتسبب سرطانات أحيانا. يمكن أن أقول لكم أيها الأحبة، إننا اليوم نعيش عصر التلوث المعلوماتي. دماغنا للأسف ملوثة بما جلبه لنا الإنترنت، مثل يوتيوب وفيسبوك وهذه المواقع التي تسمى بالتواصل الاجتماعي، وهي حقيقة عزلت المجتمع عن بعضه. كل إنسان منعزل على ذاته ولم يعد يرى الآخرين، حتى منعزل عن أهله وأسرته أو أولاده أو إخوته أو أقربائه. هذه البرامج سببت قطيعة الرحم أيها الأحبة للأسف. طبعا يمكن أن تستخدمها في الخير، يمكن بالفعل أن تستخدمها للتواصل ولصلة الرحم وللإطمئنان على الآخرين إذا كانوا في مسافة بعيدة عنك، لكن ما نسبة الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في أعمال البر والخير؟ 1% فقط، 99%. وإذا أردتم أن تصدقوا كلامي، كل واحد يعمل إحصائية. أنت كم تجلس على اليوتيوب؟ احسب مثلا جلست ساعتين، مثلا 120 دقيقة، كم دقيقة جلست من أصل 120 على شيء ينفعك في الدنيا والآخرة؟ وكم ضيعت من هذا الوقت على فيديوهات تافهة تتناول مشاكلنا في العصر الحديث، مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية، برامج سخرية. والإسلام نهى أيها الأحبة، الإسلام نهى، قال لا يسخر قوم من قوم. كل من يشاهد هذه البرامج الكوميدية التافهة التي فيها سخرية على الآخرين بغض النظر طبعا، فهو كبإثما من نوع ما يشارك في السخرية على الآخرين. أنت مشاهدتك لهذه البرامج وهذه المقاطع هي نوع من المشاركة. إذا كان شخص يستهزئ بآخر حتى عندما تشاهده وتدمن، هناك مدمنون على المشاهدة، فأنت بالتالي تساهم في السخرية على الآخرين، والإسلام نهى عن ذلك. لا يسخر قوم من قوم. قال أيضا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. المقاطع الموجودة الأكثر مشاهدة اليوم التي تشكك ببعض الناس، طبعا منها ما هو على حق وكثير منها ما هو على باطل. هذه البرامج تشكك بهؤلاء الناس، ومعظمها برامج أحيانا تكون سياسية أو فنية أو اجتماعية، معظمها برامج ساخرة. مثل هذه البرامج أيها الأحبة، أولا تلوث العقل، لا تقدم لك معلومة مفيدة. يعني أنا إذا عرفت أن هناك إنسان لص وكاذب وإلى آخره، وهو بعيد عني في دولة أخرى، في مكان آخر بعيد عني، لا يؤثر علي مباشرة، ما الذي يعنيني أن أعلم أن فلان جيد وفلان سيء، وهذه الفنانة تزوجت وهذا الفنان دخل في صراع مع شخص آخر، وهذا هناك قضايا بين فلان وفلان، وهناك كذا وكذا، هذا الكلام الفارغ. هذا هو التلوث معلوماتي أيها الأحبة، تلوثون عقولكم بهذه المعلومات. إذا حسبت الزمن الذي تلوث عقلك بمثل هذه المعلومات، تجد أنه يشغل أحيانا 99% تصل النسبة أو 100% بعض الناس. هناك كثير ممن يرتادون مواقع الإنترنت، لا يفكر أحدهم أن يتدبر آية كل يوم فقط. والله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو أم على قلوب أقفالها. هل تحب أن تكون مقفل القلب لا تتدبر القرآن؟ هذا الدماغ أيها الأحبة مثل المعدة تماما، مثل بطن. هل تملأه بأي شيء تافه؟ هل تملأه مثلا بأشياء ضارة؟ أنت حريص على صحتك ومعدتك، وحريص على أن لا تدخل شيء ملوث، تدخل هذا التلوث إلى دماغك، وهو الأهم، وهو الذي ستسأل عنه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم.
فهذه الأشياء أيها الأحبة ينبغي أن نكون واعين منها، ينبغي أن يكون دماغك هذا سليما معافا، لا تدخل أي معلومة خطأ فيه، أدخل فقط معلومات القرآن العظيم وانظر النتيجة. أنا أحدثك عن تجربة، أنا لدي كل يوم إن لم نقل كل الوقت، معظم الوقت تأمل مع آيات القرآن، والله كمية السعادة أيها الأحبة والطمأنينة التي تشعر بها لا يمكن أن توصف إلا لمن ذاق هذا الحال. وأنا أحب أن أنقل لكم هذه الفائدة لتستفيدوا منها. إذن أيها الأحبة، نعود إلى حديثنا. العقل الواعي الذي نفكر فيه لا يشكل إلا قل من 5% من العقل الكامل، و95% هناك عقل باطن لا نستخدمه، يعني كل إنسان منا لديه طاقات بحدود 95% لا يستخدم إلا 5%. متى تظهر هذه الطاقات الإبداعية؟ تظهر في حال تعرض الإنسان لمشكلة قوية، فتجد أن تظهر لديه حلول إبداعية لم يكن يألفها. إنسان تعرض لمشكلة، هجم عليه شخص مثلا، تجد أنه يقاومه بأضعاف قوته الطبيعية، وهو يستغرب من أين جاءت هذه القوة. فأنت أيها الإنسان لديك قوى كامنة هائلة جدا في داخلك، ولكن لا تستثمر ولا تستغل هذه القوى بسبب جهلك بما لديك، لأن الإنسان الذي يجهل ما عنده فإنه لا يستطيع أن يستخدمه. يعني مثلا يقولون استطيع أن تتصل مع عقلك الباطن عبر قنوات ضيقة، يعني أنت تستطيع أن تتحكم بهذه المعلومات المخزنة في داخلك وتعطي إيحاء لعقلك الباطن بأنك يجب أن تفعل شيئا ما، أو يجب أن تنهى نفسك عن فعل أمر ما. هذا الإيحاء عندما يتكرر، وبخاصة قبل النوم وبعد الاستيقاظ، هاتين الفترتين مهمتين جدا، إن الدماغ بالفعل يعطي أوامر لهذا العقل الباطن ليبدأ بالتغيير، وتبدأ حياتك كلها بالتغير. طبعا أيها الأحبة، يقولون إن العلماء قد وجدوا بأن الفترة ينشط فيها الاتصال بين العقل الواعي الظاهر يعني الذي وبين العقل الباطن هي فترة ما قبيل النوم بدقائق، وفترة ما بعد الاستيقاظ أيضا بدقائق. الدكتور جوزيف ميرفي أحد الباحثين في البرمجة اللغوية العصبية يخرج بنتيجة بعد أن طبقها على آلاف الناس، وضعها في كتابه المسمى قوة عقلك الباطن. إذن ألف كتابا جوزيف ميرفي قوة عقلك الباطن، بيع منه أكثر من 1,000,000 نسخة فور صدوره. هذه النتيجة تقول بأن أفضل طريقة للتحكم بالعقل الباطن تردد عبارات قبيل النوم وبعد الاستيقاظ تحفز لديك السعادة، أو مثلا تقول منذ هذه اللحظة أنا سأقوم بكذا، منفعل أو انفعالي، سأصبح هادئا. تحدث نفسك أنا سوف مثلا أترك الانفعالات والغضب وأعالج هذه المشاكل بهدوء، تسامح مع الناس، أنا سوف أتسامح مع فلان الذي أساء لي والذي أنا أرغب أن أنتقم منه، غدا سأتسامح معه، غدا إذا مرر أنا سوف أبادره السلام، أنا سوف أقول له مثلا كلاما طيبا، بل حتى أعتذر منه مع العلم أنه هو المخطئ في حقي. طبعا أيها الأحبة، حبيبكم عليه الصلاة والسلام كان حريصا على استغلال فترة ما قبل النوم وما بعد الاستيقاظ. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا أن يدعو بأدعية معروفة، افتحوا على الإنترنت على جوجل، اكتبوا أذكار قبل النوم الاستيقاظ، وستخرجوا بأدعية. كان أنا والله عندما أقرأ الأدعية التي كان يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم كان أن أسميه رائد البرمجة اللغوية العصبية، سبق هؤلاء العلماء ب14 قرنا. أصعب شيء يعاني منه الإنسان قبل النوم مشاكله وهمومه وأحزانه ومشاكل العمل، مشاكل الأسرة، مشاكل الأولاد، النقص المادي إلى آخره. كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يزيل عنك كل هذه المشاكل ويجعلك تخاطب عقلك الباطن وتعطي إيحاءات، قول اللهم إني عليك وأسلمت نفسي إليك، خرجت أنت من المسؤولية، المسؤوليات التي تقودك أحيانا إلى الانتحار، أحيانا تحدث حالة اكتئاب إذا إنسان كان لديه مسؤوليات جسيمة لا يستطيع حملها، وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، كل هذه الهموم والمشاكل تها بين يديك يا رب، اللهم إني توكلت عليك، نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك.
أنا احتميت بك يا رب، فلان يمكر بي فأنا احتميت بك، أنت الملك القادر، فلان يريد أن يؤذيني فأنا احتميت بك ولجأت إليك، ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. انظروا الدقة أيها الأحبة، النبي يريد أن يضعك أمام الله مباشرة. عزلت نفسك عن الناس، خرجت من شخصيتك المليئة بالهموم، وسلمت هذه الشخصية وسلمت كل شيء لله، وألجأت ظهرك إلى الله، أصبح لديك نوع من القوة. أحدنا أحيانا يحتمي بأحد ذوي السلطة أو الشهرة أو الغنى، فيشعر بسعادة أن فلان يحميه. كيف إذا شعرت كل يوم قبل أن تنام أن الله يحميك؟ قوة، قوة هائلة أيها الأحبة. رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. والله هذه الكلمات أيها الأحبة تمنحك قوة وتعيد برمجة عقلك الباطن، لأنك كل يوم كل يوم تقولها كل يوم. هذه هي البرمجة النبوية التي أحببت أن أوصلها لكم. طبعا الموضوع طويل أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه المعلومات، وأن يخلصنا من التلوث الفكري والعقلي وتلوث المعلومات الذي طغى اليوم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وإلى لقاء قريب إن شاء الله نستكمل رحلة البحث في البرمجة اللغوية العصبية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.